السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بيكم أبنائي طلاب جريد 4. هنكمل ما سبق أن شرحناه في الفيديو السابق عن البلانت أدابتيشن ليسون 3. أتمنى لأول مرة يشوف قناتنا، قناة دكتور ساين صفاء، اشترك معانا في القناة وينزل وعلى طول يضغط لايك على الفيديو. هندرس إن شاء الله activity number 7 بلانت ساينتست، علماء النبات. The scientist اللي هم العلماء يا ولاد who studies plant is known as botanist. botanist يعني علماء النبات، العلماء اللي بيدرسوا علم النبات بنسميهم botanist. plant had different properties، البلانت بيكون ليه خصائص مختلفة. That help them to adapt، عشان يقدر ان هو يتكيف and survive، يتأقلم ويعيش in different environment، في البيئات المختلفة. عن طريق ايه بقى؟ عن طريق ان هو بيعمل structure adaptation، تكيف في التغيير التركيبي بتاعه. وان شاء الله في الفيديو ده احنا هندرس examples عن بعض النباتات اللي عملت تغيير في الستركتشر بتاعها عشان تقدر تعيش في البيئة. اول حاجة هنا الاكزامبل بتاع البلانت، الاسم بتاع النبات. تاني حاجة هنا الهابيتات، البيئة اللي بيعيش فيها. بعدين ازاي عمل structure adaptation، ازاي غير في التركيب بتاعه، والreason، الreason اللي هو السبب ليه عمل structure adaptation دوت. اول نبات عندنا اسمه المانجروف تري، اشجار المانجروف. زي ما احنا شايفين كده يا ولاد ان دي اشجار اهي بتنمو على حواف المياه المالحة salt water، وبيكون ليها جذور طويلة زي ما انتوا شايفين. بصوا الجذور، الجذور بتاعتها طويلة طويلة قوي لتحت، وبتكون قوية very strong. ليه بتكون very strong؟ عشان تقاوم الامواج بتاعت الايه، بتاعت المية ديت. يبقى دلوقتي المانجروف تري الهابيتات بتكون موجودة في السولت ووتر. الستركتشر ادابتيشن غيرت بقى في تركيب جسمها ازاي. has long and strong root، يبقى نقول has long and strong root زي ما احنا شايفين long طويل و strong root. طب ليه عملت long و strong root؟ to resist the water waves، عشان تقاوم الامواج بتاعت الايه، بتاعت المية المالحة دي. طيب تاني example بقى، نبات جميل جدا جدا وستات كتير بيحبوا يسموا اسم بناتهم بالاسم ده، water lily. water lily اللي هو اللوتس، زهرة اللوتس بتسمى ووتر ليلي. فناس كتير او ستات كتير بيسموا بناتهم ليلي على اسم زهرة اللوتس، تمام. زي ما احنا شايفين يا شباب ان زهرة اللوتس اهي بتنمو على سطح المياه، بتكون ورقتها عريضة قوي كده اهو زي ما انتوا شايفين. بص الورقة عريضة قد ايه، الورقة بتبقى عريضة قوي كده على سطح المية. والزهرة زي ما انتوا شايفين شكلها جميل قوي قوي بالشكل ده، شايفين احنا عملنا صورة مقربة ليها لزهرة اللوتس اللي هي الووتر ليلي. وزهرة اللوتس برضو اشتهرت عند قدماء المصريين زي ما احنا شايفين في الرسمة دي، شايفين معظم المعابد القدماء المصريين عملوا فيها الشعار بتاعهم بتاع زهرة اللوتس الجميل ده اللي انتوا شايفينه، اللي هو يعتبر عندهم رمز للشمس والجمال. فعشان كده معظم الستات بيسموا اسم ليلي اللي هو رمز الشمس والجمال عند القدماء المصريين. طيب الهابيتات بتاعتها فين بقى الووتر ليلي؟ من اسمها ووتر ليلي بتعيش في الويت لاند، بتعيش في الويت لاند اللي هي الفريش ووتر. الويت لاند يعني الارض الرطبة زي الارض بتاعت المستنقعات. يبقى بتعيش فين الووتر ليلي؟ بتعيش في الويت لاند، الارض الرطبة اللي هي بتاعت الفريش ووتر، ارض مستنقعات بس مية عذبة. طيب الادابتيشن بتاعها it has wide، wide عندها اوراق wide عريضة زي ما احنا شايفين كده، floating leaves يعني اوراق عريضة بتطفو على سطح المية زي ما احنا شايفين شكلها كده، وبيبقى في نص الورقة موجود الايه، الليلي اللي هي زهرة اللوتس. طيب الوظيفة بتاعتها ايه بقى، او ليه هي الورقة بتاعتها عريضة؟ to absorb large amount of sunlight، عشان تمتص اكبر كمية sunlight سقط عليها. الورقة بص عريضة قد ايه، تفضل طول ما هي قاعدة على سطح المية عمالة تمتص في sunlight، تمتص في sunlight، تمتص في sunlight، لان الورقة بتاعتها عريضة جدا. يبقى الووتر ليلي بتعيش في الويت لاند اللي هي الفريش ووتر. it has wide floating leaves to absorb large amount of sunlight.
تالت اكزامبل بتاعنا البين تري، البين تي تري اللي هي اشجار الصنوبر، ومشهوره باسم برضو شجره عيد الميلاد، زي ما احنا شايفين شكلها بتبقى موجوده في السنو، المناطق اللي فيها جليد، والورقه بتاعتها ايه زي ما احنا شايفين، خدنا منها حته صغيره وحاطينها على ايدينا، بصوا عامله ازاي، زي الابره اللي ماما بتمسكها بتخيط بيها الهدوم، شايفين اهي ابره بالظبط، ادي ابره وادي ابره وادي ابره، كلها عامله زي الايه، زي الابر، تمام. يبقى the pin tree has اول حاجه triangular shape، شكلها مثلث اهو، ما احنا شايفين يا ميس واخده شكل المثلث اهو، triangular shape، تمام. And short branches، والاوراق بتاعتها الفروع بتاعتها قصيره، شايفين قصير الفرع اهو، قصير او short branches. تالت حاجه needle leaves، الاوراق بتاعتها بتاخد شكل النيدل زي ما احنا حاطين في الصوره اهو، needle leaves اهي طالعه كده واخده شكل الابر، بصوا كانكم حاطين ابر خياطه جنب بعضها اهي، دي الاوراق بتاعتها. يبقى هي triangular shape و short branches و needle leaves. ليه بقى شكلها بالشكل ده؟ اول حاجه number one to allow the snow to easy to slide easily over it، عشان تسمح بالسنو الجليد ان هو يتزحلق، slide easily يعني يتزحلق بسرعة، over it ليه؟ لان الجليد زي ما انتم شايفين هي بتنمو في منطقة السنو اللي فيها الجليد، لو الجليد فضل يتجمع فوق منها وهي ورقها رقيق كده وخفيف هتتكسر وهتموت، انما لما تاخد شكل التريانجل ده الجليد بيبدأ ان على طول ينزلق من فوق منها. to allow the snow to slide easily over it so its branches don't break، البرانشز بتاعتها هيحصل لها ايه؟ don't break. طيب تاني حاجة اللي ربنا خلقها بالشكل ده ليه؟ to prevent the loss of water، عشان تمنع الفقد بتاع الايه؟ بتاع الوتر. يبقى أول حاجة to slide easily over it، السلو يحصل له انه يتزحلق بسرعة من فوقيها فيحافظ على البرانشز ويحافظ عليه انه يحصلهوش don't break. تاني حاجة to prevent the loss of water. الاكزامبل اللي بعد كده نمبر 4 البالم تري، البالم تري كلنا عارفينها اشجار النخيل، تمام، احنا بنقول عليها اشجار النخيل، وفي الدارج بنقول عليها ايه؟ نخيل او نخله. شكلها اهي يا ولاد، وتكون موجوده في الديزرت الصحاري، معظم الصحاري، فمشهوره قوي في المملكه العربيه السعوديه ومشهوره قوي في الواحات عندنا في مصر، بتبقى فيها البالم تري، فبتعيش في الديزرت. طب ليه بقى بتعيش في الديزرت؟ عشان ربنا عمل لها ستراكشر يخليها مهيئة ان هي تعيش في الديزرت. ايه هي بقى الستراكشر؟ اول حاجة it has thick roots، الجذور بتاعتها thick، بتكون سميكة. جبنا لكم صورة اهي، ادي البالم تري بتاعتنا اهي، تمام، وادي المنطقة بتاعت الجذور اللي تحت، شايفين الجذور قد ايه؟ thick، تخينة قوي اهي، تخينة تخينة، كل الجذور بتاعتها بتكون thick. يبقى it has thick roots and small leaves، وأوراقها بتكون رفيعة، ده شكل الورق بتاعها، شايفين أوراقها بتكون صغيرة كده وبتكون الجذور بتاعتها thick. يبقى it has thick roots and small leaves. طب ليه بقى ربنا خلقها سبحان الله ان الروتس بتاعتها بتكون thick والليفز بتكون small؟ زي ما انتوا شايفين هي في وسط الصحراء بتيجي رياح شديدة جدا strong white، زي ما انتوا شايفين كده، بصوا عملت ايه في الورق بتاعها، عمالة تهز في النخلة وخلاص هتوقعها من على السطح بتاعها، لكن لولا ان ربنا خلقها ليها thick roots زي ما احنا شايفين في الصورة كده وsmall leaves، فبتفضل ثابتة مهما الرياح خبطت فيها والرياح تكون قوية، الثيك روتس ده بيحافظ عليها ان هي تفضل ثابتة في الارض هنا وما تتخلعش من الارض. يبقى الثيك روتس والسمول ليفز تو ريزيست ذا سترونج وايند، عشان تقاوم السترونج وايند الرياح الشديدة. ناخد بقى اخر اكزامبلز، طبعا الكلمات دي يا ولاد حفظ، الكلمات دي احنا طبعا واحنا بنشرح الدرس بنقولها كلها، تمام، فالكلمات دي كلها حفظ. الباربري، الباربري اللي هو التين الشوكي، تمام، زي ما احنا شايفين التين الشوكي شكله عامل ازاي، طبعا البيئه بتاعته في الديزرت زيه زي البالم تري. طب شكله بقى يا ميس عامل ازاي؟ it has sharp spine، عنده اشواك بتكون حاده جدا، شايفين بص الشوك اهو، شايفين شكل الشوك، عمال اعلم لكم عليه اهو، فعنده sharp spine and tough outer cover،
توف اوتر كفر، يعني الغشاء الخارجي بتاعه ده الشكل بتاعه ده بيكون متين وبيكون قاسي، قوي وقاسي ومتين. يبقى عندها شارب سباين اند توف اوتر كفر. طيب ليه بقى؟ تو بريفنتس انيمالز فروم ايتينج اتس ليفز، عشان يمنع الحيوان ان يجي ياكل الورق بتاعها. اند فروتس اللي هي دي اللي هي التينية الشوكية اللي طالعة دي، تعتبر الايه الفروتس اللي طالعة. يبقى هي الشارب سباينز عشان تمنع الحيوان ان ياكل الليفز بتاعتها، وتمنع الحيوان ان ياكل الفروتس بتاعتها. يبقى عندها شارب سباين وعندها تاف اوتر كفر، يعني غشاء او غطاء خارجي بيكون قاسي ومتين. طيب from previous table من الجدول السابق عرفنا ما يلي. اول حاجة كل النبات عندهم roots جذور، وعندهم stem لو كان النبات صغير، وبيتحول لترانك لو كان النبات كبير وبقى شجرة، وعندهم leaves. كل النباتات بتشترك في الحاجات دي. number two البلانت differ in structure and shape of their roots stem and leaves. بيختلف النباتات مع بعضها في الروس والستيم والليفز عشان تقدر تعمل adapt environmental condition to survive and grow in their environment. يبقى كل نبات بيختلف في شكل الروتس والستيم والليفز عشان يقدر يتأقلم ويعيش في البيئة بتاعته. طب بيسألنا هنا سؤال what's happen if لو البلانت وير placed in different environment، لو انا حطيت النبات في بيئة مختلفة ايه اللي هيحصل على النبات؟ هيحصل له ايه؟ ممكن ان هو يموت or may adapt او ممكن ان هو يتأقلم the new environmental condition to survive and grow in their new environment. يبقى لو حطينا النبات في بيئة جديدة هيحصل حاجتين، لا اما هيقدر يتأقلم ويعيش في البيئة، لا اما هيحصل له ان هو داي هيموت. هنشوف بقى check your understand both right or wrong. عايزاكوا تجاوبوا في الكومنتس وتكتبوا لي نمبر 1 رايت ولا رونج، و2 و3 وهرد عليكم في الكومنتس، اللي هيجاوب صح هرد عليه، ده الواجب بتاعكم يا ولاد الهوم وورك. نمبر 1 البالم تري هاز شورت روت اند بيج ليفز. احنا قلنا في الدرس ان البالم تري اشجار النخيل عندها شورت روتس، الجذر بيكون صغير وبيج ليفز. رايت ولا رونج؟ جاوبوا واكتبوا لي في الكومنتس وهرد عليكم. نمبر 2 ووتر ليلي الاسم الجميل اللي كلنا بنحبه بلانت، ليف ان سولت ووتر بتعيش في السولت ووتر. رايت ولا رونج؟ نفكر كده. نمبر 3 المانجروف تري هاز لونج اند سترونج روت تو هيلب ذا بلانت تو ريزيست ذا ووتر ويفز. المانجروف تري عندها لونج وسترونج روتس عشان تساعد البلانت تو ريزيست ذا ووتر ويفز، الامواج بتاعه الميه. يلا الإجابة احنا قلناها أثناء شرح الدرس، هنراجع كده مع بعض. أول حاجة اكتبوا لي إجابتكم في الكومنتات وهرد عليكم أقول لكم الإجابة صح ولا غلط. الفيديو القادم هنحل الإكسرسايز on lesson 3. أتمنى لو عجبكم الفيديو الاشتراك معنا في القناة ولايك على الفيديو وترك كومنت حلو زيكم. لو ليكم أي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس وهرد عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.